بما انه الانتخابات الرئاسيه تاع 7 سبتمبر ما يكون عندها حتى تاثير على النظام اللي راح يستمر، وقال المساله مش مساله تبون، تبون ماهو الا دميه، والدماء مثله كاينين بالبالا، ولكن النظام يبقى مستمر لانه تبون عمره ما كان رئيس وعمره ما كان يحكم. شوف هذاك المسكين الحابس اللي قال احنا نحبو تبون وشنقريحة، كاش روح كاش مواطن في العالم، عند العرب، عند الافارقة، عند المتخلفين، عند المتقدمين، لا يذكر لك اسم قائد الاركان الجيش مع اسم الرئيس، ما توجدهاش الا عند الحابسين في الجزائر. كأس افريقيا الامم اللي باش تجري في المغرب راهي تزعج في النظام الجزائري، وعلاش؟ اذا راح يشارك المنتخب الوطني بطبيعه الحال راح يروحوا الانصار، انصار المنتخب الوطني باش يروح، لم يروحوش من الجزائر راح يروحوا من فرنسا، من بلجيكا، من هولندا، من كندا، من قطر، من الامارات، ايه بيكونوا بزاف، ورايحين يكتشفوا، راح تكون فرصه للجزائريين باش يكتشفوا المغرب، راح تكون فرصه باش يكتشفوا المغرب ويعرفوا لماذا الفيدراليه الدوليه لكره القدم اعطت للمغرب شرف تنظيم كاس العالم 2030 مع دولتين اوروبيتين. وعلاش الدولتين الاوروبيتين قبلوا دوله عربيه تيار موند متخلفه اللي نسميها واش بغيت، ولا تنظم عام كاس العالم، يعني شافوا بلي الدوله العربيه المتخلفه اللي تشكلت ما هي لا متخلفه لا والو، عندها كل ما يلزم باش تنظم كاس العالم، بعكس الجزائر. هذا هو الواقع، نقول الصح، قل الحقيقه ولو على نفسك، نقول الحق حتى على نفوسنا، ما غالب احنا دراهمنا راح وسرقوهم لنا ولاد الحرام، ما تبنا ولا والو، الماء ما كاش، ما تقدرش تنظم كاس، حتى كاس افريقيا ما تقدرش تنظمه، ما عطانا لا كاس 25 ولا كاس 27 ولا كاس 37، ما يمدوناش، لانه ما عندناش، ماشي بس يعني الاستاد، يعني ما عندكش، واش يلزمك باش تنظم كاس افريقيا الى كاس العالم؟ ما تكلمش. اذا باش الجزائريين ما يكتشفوش هذا المغرب اللي راح ينظم كاس العالم 2030، يلزم الجزائر ما تشاركش في كاس افريقيا للامم، اما انها تخسر مقابلاتها، وهنا راح تكون كبيرة على النظام، اما تتأهل بعد تنسحب، وانا قادرة تتعرض للعقوبات، تتعرض لعقوبات كبيرة، و الانسحاب يلزم له تبرير، يجب انك تبرر وعلاش تنسحب، لان المغرب ماهوش راح يقول لهم ما تدخلش بالطيارات للجزائر، ما تجيبوش هذه، تدخل على روحك، ماهوش غلق الاجواء في وجه الطيران الجزائري. هذا بداو يحضروا في الراي العام، هكذا نقراو في احد الصحف بودورو، قال لك صارت مهزله بعد عجزها عن تحديد المكان والزمان، يعني روح تحب المكان والزمان راهم محددين، منين راك تخرط هذا تقول لي ما خدوش له، ما الذي سيضر المنتخب الجزائري لو يقاطع كأس افريقيا؟
اللي كتب هذا المقال ده مسكين الله غالب عليه بغالون، يقولوا له اكتب يكتب، واش اللي يضر؟ راه واش صابها؟ قال لك لا كاف والو خرده ولا كاف هذه، واش داير من المفروض ما يمدوش المغرب، لان المغرب عطاهم كاس افريقيا في 2017 وما حبوش ينظموها، تحجوا بوباء ايبولا وكذا ومنا، وهذه لاكاف راهي كذا. اذا لاكاف ماهيش مليحه انسحب منها، ماشي غير النهائي تاع كاس افريقيا، الدوره واحده تاع كاس افريقيا، انسحب، قول انسحبوا. انا واش يضر واش كذا وما عادش عندها قيمه، يضر كاس افريقيا ما عادش عندها قيمه على خاطر تلعب في المغرب. هكذا شفتوا الغباء اللي وصل، شفتوا الانبطاح تاع صحاف بودورو لعصابة مجرمين وجهلاء وين يوصل. ما عندنا ما يضرنا، غدوة كي يعاقبوك يقول لك هيا دورتي ما تشاركش فيهم وما تشاركش، حتى ياخذوا لاكاف ديرها لك، ما تشاركش في التصفية تاع كأس العالم 2030. أنا يقول لك لا ماذا بينا ما نلعبوش كأس العالم 2030، دونك ما تروحش كأس أفريقيا 2025 وما تروحش كأس أفريقيا 2030، الكأس العالم 2030. شوفك كيما راهم دايرين دونك مع كامل الرياضات، الجمباز بطولة أفريقية في المغرب قال ما نلعبو ما نجوش ما نشاركوش، فوالا نروح نلعبوا في لا لوت، طفله باش تلعب مع مغربيه دايره الخريطه، نو ما نلعبش معاك، دير الخريطه يا بري واش دخلك انت، شكون فراك، شكون كلفك، شكونك انت وصي على من؟ احترم دبار المواطنين الصحار والعراق حاجزهم في تندوف ومجلس حقوق الانسان للامم المتحده، جبتك من وذنيك قال لك راك تمنع في المقررين تاع حقوق الانسان باش يدخلوا المخيمات تندوف ويحقوا في الجرائم التي يرتكبها البوليزاريو. ايه باش تدافع على السحار؟ هم السحار راهم في تندوف يهانون وينتهكون، ونساؤهم يستعبدون، يستعبدنا ويغتصبنا، وانت تتكلم تدافع انت على السحار؟ مي قلت بالشعب الجزائري المسكين، قلت بالشعب الجزائري المسكين، ابناء الشعب الجزائري يعذبون في مراكز التعذيب تاع المخابرات الارهابيه، يقبعون في سجون نظام مستبد، منفيون بسبب ارائهم ولم يرتكبون ولا جريمه. تعيت دخل الفوتبال فيها كما درتوها اللي يسمع. يا واش ربحت اليوسما؟ قولوا لنا بالضبط. اليوسما من المحتمل جدا انها ما تشاركش في كأس الكاف الجاي، لأنه ستعاقب، تعرف مازال العقوبات ما تسلطتش، العقوبة الأولى أنهم حرموهم من المكافأة المالية اللي تعطى اللي يتأهلوا للنصف النهائي، واعتبروا اتحاد العاصمة ماهوش مؤهل للنصف النهائي، عطلوا تاعي يلعب الربع النهائي، هذه جا خسر الدراهم، وحرموه من اجراء مقابله كان قادر يفوز بها، وكان قادر يفوز حتى بكاس الكاف مره اخرى، ولما لا؟ بما انه اتحاد العاصمه فاز في السوبر على الاهلي، على الاهلي فاز عليه في الامارات، كل شيء كان محتمل، جاو حرموا نادي رياضي، فريق رياضي
بسبب السياسة حرموهم من الفرحة وحرموهم من الله، ومعرضينهم إلى عقوبة، العقوبة فيها فيها. دايوغ جماعة لونتون تاع سطيف فخسي راهم يهيئوا في روحهم باش يشاركوا هما في الكاف، هذا في حال وين ما العقوبة ما تشملش كل الأندية الجزائرية. والمغاربة أخوانا المغاربة صابوا العفسة، جميع من يلعب ضد المنتخب الجزائري في أي رياضة يلبسوا لهم، وكاع المنتخبات اللي راح يديروها يلبسوا القمصان ديالهم بالخريطة المتعبدة. والمشكل راهو راح يطرح، خايفين لا يطرح المولودية بالسيربي في كاس رابط الأبطال، وتطرح ثاني السياسي ولونتونت ولا اليسمع اليسمع يقول لك راهي في الشك. احنا نتصوروا العلاقة بين الناديين الجزائري والمغربي اللي مؤهلين لرابط الأبطال لو هذا النادي الرجاء يلبس الخريطة وش راح يديروا. شوفوا هذا بعد الجيل.